يشبه الهيكل العظمي هيكل البناية. إنه يدعم بقية الجسم ويعطيه شكله، تماماً كما تسند الألواح الخشبية والدعامات جدران المنزل. وكما يحمي هيكل المبنى أسلاك المنزل وأنابيبه وسكانه، يحمي الهيكل العظمي جميع أجزاء الجسم الداخلية الرقيقة كالقلب وبعض الأعضاء الأخرى. عضو الجسم هو جزء من الجسم يقوم بوظيفة معينة. هذا يعني أن العظام أعضاء أيضاً، والواقع أنه يصعب تخيل الحياة دون عظام. ستبدو أجسامنا أشبه بكومة رخوة من الجلد والعضلات والأعضاء. مضحك. وسيبقى قلبك ورئتاك وكبدك وبعض الأعضاء بدون حماية، لذا ستزداد احتمالات تعرضك للإصابة. إلا أن هناك بعض الحيوانات التي تعيش بشكل عادي بدون عظام، فرغم أن الديدان وقناديل البحر بدون عظام إطلاقاً، إلا أنها تتنقل بدون مشاكل. ولن ننسى الكائنات الحية التي تكون عظامها خارج جسدها كسرطان البحر والصراصير. تعجبني عظامي داخل جسمي، شكراً.